بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الثانية فرع الكيمياء، أهلا وسهلا بكم في مقرر الكيمياء الفيزيائية. محاضرتنا اليوم حول القانون الثاني للديناميك الحراري. لا بس أن نعيد بعض المعلومات اللي أخذناها في المحاضرات السابقة ونسأل نفسنا ماذا نقصد بالعملية التلقائية. الجواب هو العمليات التي لا تحتاج إلى صرف جهد أو طاقة لكي تحدث وتسمى بالعمليات التلقائية. مثال أو سؤال: أعطي مثالين لعمليات تلقائية. الجواب هو الماء الساقط من المناطق المرتفعة بصورة تلقائية إلى المناطق المنخفضة، وبالتأكيد هذه العملية هي عملية غير عكسية، لا يمكن للماء أن يعود إلى مكانه السابق بدون أن نصرف عليه شغل. انتقال الحرارة أيضا من الأجسام ذات درجة الحرارة العالية إلى الأجسام ذات درجة الحرارة الواطئة. 3. سؤال 3: هل يمكن معرفة طبيعة التفاعل فيما لو كان تلقائي أو غير تلقائي من قيمة التغير بالإنتروبي؟ الجواب نعم، فكلما كانت العملية عكسية، أي أنه كانت قيمة الدي اس صفر، فهذه عملية عكسية، والعملية العكسية هي عملية غير تلقائية. وإذا لم تتم العملية عكسية، أي أنه كانت العملية تلقائية، فإن كمية الحرارة الممتصة غير مساوية إلى قيمة الصفر. كلما كانت العملية قريبة من العملية العكسية، فإنه قيمة الدي اس تقترب من الصفر. إذن العملية التلقائية هي عملية غير عكسية، لا يمكن أن نعكسها، لا يمكن للماء أن يعود إلى مكانه السابق الذي نزل منه، من المكان المرتفع إلى المكان الأوطأ. هذه العملية شنو؟ تلقائية. شنو هي العملية التلقائية؟ هي غير عكسية. أما في العمليات العكسية فإن الدي اس تقترب من الصفر. ما هو الإنتروبي؟ هو دالة لبيان حالة النظام. لا يمكن عكس العمليات التلقائية، فمثلا الماء الساقط من المناطق المرتفعة بصورة تلقائية للمناطق المنخفضة لا يمكن أن يرجع ويرتفع إلى المناطق المرتفعة مرة ثانية، أي بصورة عكسية تلقائية، بدون أن نصرف عليه جهد أو إنجاز شغل باستخدام طاقة. والكثير من العمليات مثل المثال أعلاه تكون تلقائية، أي تحدث بدون الحاجة إلى صرف طاقة، أي أنه نزول الماء من المنطقة المرتفعة إلى المنطقة المنخفضة هو يحدث بدون صرف طاقة تلقائي. ولا يمكن أن تكون هذه العمليات عكسية، فالعمليات التي تحتاج إلى صرف جهد أو طاقة لكي نعيدها هي ليست بالعملية العكسية، لكي تحدث تسمى بالعمليات غير التلقائية. تعرفنا أيضا على القانون الأول للديناميك الحراري، وعرفنا هو قانون لحفظ الطاقة، لكن ما ينطينا أي إشارة. القانون الأول لا ينطينا أي إشارة أو لا يذكر شيء عن إمكانية حدوث العملية أو عدم حدوثها. هل تحدث العملية تلقائيا؟ هل لا تحدث؟ وهل يمكن تحويل الشغل إلى حرارة أو العكس أم لا؟ هذا ما يجاوبنا عليه القانون الأول، فلجأنا إلى القانون الثاني اللي يختص مباشرة بمعرفة إمكانية حدوث عملية ما من عدم حدوثها. ويمكن صياغة القانون الثاني مثل ما ذكرنا بالمحاضرة الماضية بعدة صيغ، كان أكو 3 صيغ، راح نذكر منها هنا 2. صيغة كلفن، والتي تقول بأنه من المستحيل استخدام العملية الدائرية لنقل الحرارة من مستودع حراري وتحويل هذه الحرارة إلى شغل بدون ما يحصل انتقال كمية من هذه الحرارة من جسم ذو درجة حرارة عالية إلى آخر ذو درجة حرارة أوطأ وبنفس الوقت. اللي هو أنا شنو قلنا؟ راح حسب ما شرحنا في المحاضرة الماضية، هي تمثل العشوائية اللي تمثل الشغل الغير نافع. هذا الشغل شنو راح يضيع عندي؟ هذا الشغل يعمل على شنو؟ هذا الجزء من الطاقة يعمل على فقط زيادة عشوائية النظام. الصيغة الثانية صيغة كلاوزيوس، وتقول إن الصيغة هذه الصيغة إنه من المستحيل استعمال العملية الدائرية لنقل الحرارة من جسم ذي درجة حرارة واطئة إلى جسم آخر ذو درجة حرارة عالية. من المستحيل لا تنتقل الحرارة من الجسم الواطئ الحرارة إلى الجسم ذو درجة الحرارة العالية بدون تحويل كمية معينة من الشغل إلى حرارة في نفس الوقت، وهذا ما يحدث في الثلاجة حقيقة. إحنا في الثلاجة شنو العملية اللي تصير؟ نخرج الحرارة من الفريز مالت الثلاجة اللي هي درجة حرارتها واطئة إلى جو الغرفة اللي هو درجة حرارته عالية، وهاي العملية هي عملية غير تلقائية، ولكن بوجود الكمبريسر والطاقة الكهربائية راح نبذل شغل فنخرج الحرارة من الفريز إلى جو الغرفة ذو درجة الحرارة المرتفعة. ولمعرفة هل إن العملية التي تحدث تلقائية أم لا، يلزم تقديم دالة ثرموديناميكية مثل ما ذكرنا اللي هي دالة الإنتروبي أو العشوائية.
الدالة التفاضلية هذه اللي راح أتكلم عنها اللي هي الإنتروبي تساوي الحرارة الممتصة من المحيط في عملية عكسية مقسومة على درجة الحرارة المطلقة، أي أنه عبارة عن Q over T، وأن التغير الإنتروبي في الحالة الابتدائية الحالة النهائية اللي هو تكامل من الحالة واحد إلى الحالة اثنين، فتكامل DS يساوي أن تكامل DQ للعملية العكسية Reverse over T، والدي اس هي اس 2 ماينس اس 1 اللي هو الدلتا، يعني الفرق ما بين الحاله الابتدائيه والحاله النهائيه يساوي ان دي كيو اوفر تي. للعمليات التي تتضمن تغييرات عكسيه الدي اس تساوي ان دي كيو اوفر تي، والعمليات التي تكون التغييرات فيها غير عكسيه دائما تكون العشوائيه اعلى من الحاله الابتدائيه. دائما في العمليات العمليات التلقائيه تحدث زيادة في العشوائية فتكون الدي اس هي أكبر من دي كيو أوفر تي، أي أنه مشتقة الإنتروبي الدي اس تكون أما أكبر أو تساوي دي كيو أوفر تي، فالدي اس هي أكبر من أو تساوي دي كيو أوفر تي، حيث أن الكيو هي كمية الحرارة والتي هي درجة الحرارة والاس هي العشوائية، وتميل كل المجموعات إلى الاقتراب من حالة التوازن. وحسب القانون الثاني الديناميك الحراري يمكن استخدام الإنتروبي كمقياس كمي لمدى الوصول لهذه الحالة التوازنية. دائما في الكون في الحياة موجود عندنا دائما الأنظمة تميل إلى أنه تروح وين؟ إلى حالة التوازن. لو فرضنا أن نظاما معزولا حراريا عن المحيط الخارجي بحيث لا يفقد ولا يكتسب أي كمية من الحرارة، فإذا أجريت العملية هذه عكسيا فإن الدي اس تساوي صفر، وإذا لم تتم عكسيا يعني العملية غير عكسية فإن كمية الحرارة الممتصة غير مساوية للصفر، وكلما كانت العملية قريبة من العملية العكسية فإن الدي اس تقترب قلنا من الصفر. لذلك فإن قيمة الدي اس يمكن أن تعرف لنا نوع العملية، أي يمكن أن تعد الزيادة في دي اس الإنتروبي التي تصحب عملية ما مقياسا لقرب النظام من حالة التوازن. إذا لقينا الدي اس بدأت ترتفع فنقول النظام يميل أو يتجه إلى حالة الاتزان. سؤال: كيف يمكنك أن تتعرف على طبيعة العملية الكيميائية عكسية أم لا من قيمة الدي اس؟ كلما زادت عشوائية النظام يعني الدي اس تكون أكبر كلما كانت العملية بعيدة عن التغير التلقائي. أما عندما الدي اس تساوي صفر فيعني أن النظام لا يحصل به أي تغيير بالنظام مثل المواد الصلبة. مثال: الإنتروبي للبخار تكون دائما أكبر من الإنتروبي للسائل الذي يكون في حالة توازن معه، والإنتروبي للسائل يكون أكبر من إنتروبي الصلب في درجة الانصهار، لأن جزيئات الغاز تكون أكثر عشوائية بسبب الحركة من جزيئات السائل وفي السائل أكبر مما في الصلب. حساب التغير في الإنتروبي: أول مرة عندنا في العمليات الأيزوثرمية لغاز مثالي مكون من N من الجزيئات يعني N من المولات عنده ثبوت درجة الحرارة، وإحنا تعلمنا أن العملية الأيزوثيرمية هي العملية ثابتة درجة الحرارة، وإذا كانت العملية ثابتة درجة الحرارة فقيمة الدلتا اي راح تكون صفر، يعني قيمة التغير في الطاقة الداخلية صفر. فبالتالي راح نحسب قيمة الدلتا اس من القانون اللي يقول دلتا اس تساوي لنا n or ln v2 over v1 أو v final على ال v الانيشيال النهائي على الابتدائي أو الثاني على الأول. إذا نحفظ هذا القانون، فإذا طلب من عندنا حساب الإنتروبي في العمليات الأيزوثرمية العكسية فإن الدلتا اس تساوي ان ار تي لين في 2 اوفر في 1. اثنين: في العمليات الأديباتيكية المعزولة وما أن النظام معزول فإنه الكيو تساوي صفر، وتعريف الدلتا اس مثل ما أخذناها في المحاضرة الماضية أنها كيو اوفر تي، فبالتالي كيو راح تكون صفر، فراح تكون عندنا العشوائية تساوي صفر. ثالثا: في العمليات الايزوبارية، اي ان عند ثبوت الضغط نفترض ان عملية عكسية يتم فيها امتصاص كمية حرارة مقدارها دي كيو من غاز مثالي تحتوي على n من الجزيئات حسب القانون الاول، وبإجراء مجموعة من العمليات الرياضية وبتكامل الحدين الموجودة نحفظ المعادلة الاخيرة اللي تقول بانه الدلتا اس تساوي لنا n cp ln t2 over t1، والان هي عدد المولات والسي بي هي السعة الحرارية عند ثبوت الضغط، والتي فاينل هي درجة الحرارة النهائية، والتي انيشيال هي التي اي يعني درجة الحرارة الابتدائية. حساب التغير في الانتروبي:
رابعا في عمليات التحول. عمليات التحول هي عملية فيزيائية إلى حرارة أخرى تتم عند درجة حرارة ثابتة تعرف بدرجة التحول، ويمتص أو يطرد فيها كمية من الحرارة تعرف بالحرارة الكاملة للتحول. مثلا عندنا في عمليات الغليان هو الحرارة الكاملة للغليان، التجمد الحرارة الكاملة للتجمد، التسامي وهكذا. العمليات اللي هي عمليات التحول هي الغليان، التجمد، التسامي، الانصهار. والحساب التغير في الانتروبي لعملية التحول نستخدم العلاقة التالية: الدلتا اس تساوي ان الدلتا اتش لتحول المحتوى الحراري، التغير في المحتوى الحراري لعملية التحول على درجة حرارة اللي يتم بها عملية التحول. فمثلا الماء يتحول من حالة سائلة إلى الحالة الغازية عندما يغلي، عند وين يغلي؟ في 100 درجة مئوية. فدي راح تكون بالنسبة للمي هي عبارة عن 100 درجة مئوية. ملاحظة: بما أن الحرارة التي يكتسبها النظام تساوي الحرارة التي يفقدها المحيط، لذا فإن الانتروبي للمحيط يساوي تغير الانتروبي للنظام، ولكن بعكس الإشارة، وتكون دلتا أس للنظام والمحيط مساوية للصفر. مثال: يغلي الهكسان C6H4 في درجة 68.7 مئوية، وحرارة تبخره تحت ضغط ثابت هي 28852.8 جول لكل مول، وأن العملية في هذه الدرجة الحرارية عند التبخر هي عملية عكسية. إذا صار عندنا عملية عكسية ويحصل عندنا عملية تحول. فبالتالي بإمكان أن نستخدم القانون التالي: دلتا اس تساوي دلتا اتش اوفر تي، والناتج راح يكون 84 جول مقسومة على مول كلفن. أسئلة واختبار لاختبارنا بالمعلومات اللي أخذناها: كيف يمكن أن نتعرف على طبيعة العملية الكيميائية؟ لو فرضنا أن نظاما معزولا حراريا، الجواب يكون في الشكل هذا: عن المحيط الخارجي بحيث لا يفقد أو يكتسب أي كمية من الحرارة، فإذا أجريت العملية عكسية فإن الدي اس تساوي صفر، أي أنه كلما كانت العملية قريبة من العملية العكسية فإن الدي اس تقترب من الصفر، وإذا لم تتم عكسيا فإن كمية الحرارة الممتصة غير مساوية إلى الصفر. يعني من قيمة الدلتا اس بإمكاننا نقول العملية هي راح تكون عملية عكسية أو غير عكسية. السؤال الثاني: ما المقصود بالعملية غير التلقائية؟ هي العملية التي تحتاج إلى صرف جهد أو طاقة لكي تحدث وتسمى بالعمليات غير التلقائية. هل يمكن صياغة القانون الثاني للديناميكا الحرارية بصيغتين؟ ما هما؟ نحفظهم: هي صيغة كلفن وصيغة كلاوزيوس. كيف يمكنك حساب التغير بالإنتروبي لعملية آيزوثيرمية؟ العملية الآيزوثيرمية دلتا S راح تسمى NR لن V2 over V1، والR هي أما بالسعرة أو بالجول، وإذا كانت بالسعرة فقيمتها 2، وإذا كانت بالجول قيمتها 4 تقريبا و2 بالعشرة. سؤال خامس: ما قيمة التغير بالإنتروبي للعمليات الأديباتيكية؟ في العملية الأديباتيكية المعزولة لكيو تساوي لنا صفر، فالدلتا اس تساوي لنا صفر. التغير في الإنتروبي نتيجة التغيرات العكسية. لا يمكن حساب التغير في الإنتروبي في العمليات غير العكسية بصورة مباشرة، ولكن يمكننا ذلك بإجراء عمليات نفسها وبصورة عكسية، أي الانتقال من الحالة الأولية التي عليها النظام إلى الحالة النهائية التي يصل إليها النظام في عملية غير عكسية، وذلك تقسيم المسار إلى سلسلة من التغيرات العكسية الصغيرة، ثم حساب الفرق بالإنتروبي لكل عملية عكسية بقياس الحرارة الممتصة والسعة الحرارية لكل مسار، علما بأن السعة الحرارية هي الحرارة النوعية في الكتلة، وبجمع التغيرات الكلية في الإنتروبي لكل المسارات العكسية الصغيرة يكون مسارها مساويا للتغير في الإنتروبي للعملية غير العكسية. فمثلا انجماد الماء عند الناقص 10 هي عملية غير عكسية، ولكن يمكن تجزئة هذه العملية إلى سلسلة من العمليات العكسية. فمثلا في الحالة رقم 1، انتقال الماء في الليكويد من ناقص 10 إلى ليكويد بصفر مئوي، هذه الحالة رقم 1، انتقال من الانجماد إلى حالة الصفر المئوي. وأيضا القانون راح ينطبق عليها هو تكامل السعة الحرارية في حالة الليكويد dT over T. والحالة رقم 2، أن ننتقل من الليكويد بصفر مئوي إلى السوليد الصفر المئوي، هنا هي حالة تحول، فدلتا S راح يساوي لنا Q over T. والحالة الثالثة هي الانتقال من السوليد بصفر المئوي إلى السوليد بالناقص 10، والحالة القانون ينطبق عليها دلتا S هو التكامل من
حالة 263 إلى الناقص 10 إلى الحالة رقم 1 إلى 273 اللي هي الصفر المئوي. والسعة الحرارية نستخدم هي للأيس الصلب في dT over T. وخلاصة لهذا راح نجمع كل التغيرات اللي حصلت عندنا فنحسب الدلتا S واللي تكون قيمتها ناقص 20 جول لكل جلفين مول. سؤال آخر، تحول 30 غرام من الماء إلى بخار ماء عند درجة الغليان، إذن هي هاي عملية التحول عند الضغط الجوي الاعتيادي. فإذا علمت أن الحرارة الكاملة لغليان الماء هي 192 كيلو كالوري لكل مول، احسب الدلتا اي والاس والكيو والدلتا دبليو، علما بأن الكتلة المولية للماء هي 18. هذا السؤال يربط لنا المعلومات اللي أخذناها في المحاضرات السابقة مع محاضرتنا اللي أخذناها اليوم. إذن أولا نحسب عدد مولات الماء، وعدد المولات إحنا نعرف أنه الكتلة المولية، فبالتالي N تساوي 30، يعني عندنا الكتلة 30 والكتلة المولية 18، فعندنا 1.667 مول من الماء. الخطوة رقم 2 أنه في عمليات التحول الشغل يساوينا دلتا NRT، نحسب فيكون عندنا عدد المولات هي 1.66 في 2 اللي هي الـ R بالسعرة في درجة الحرارة اللي هي 273 زائد 100 اللي هي درجة غليان الماء، فيطلع لنا 1243 سعرة. كمية الحرارة الممتصة إذن هي نعرفها هي 192 لكل مول، مثل ما ذكرنا سابقا فوق بالسؤال 192 كيلو سعرة لكل مول. بما أنه هنا عندنا 1.6 مول، فنضرب 1.6 في 192 يطلع لنا 320 سعرة، إذن الكيو هي 320 ألف سعرة. الكيو تساوي لنا دلتا اي بلس دبليو، هذا قانون الأول للديناميك الحراري نطبق به ونستخرج قيمة الدلتا اي التغير في الطاقة الداخلية. أما التغير في الانتروبي وهي عملية تحول، فإن الدلتا اس تساوي لنا ان دلتا اتش اوفر تي، وتساوي لنا عدد المولات 1.66 في 192 ألف مقسومة على درجة الحرارة 373 اللي هي 100 زائد 273، فيكون عندنا دلتا اس تساوي لنا 858 سعرة لكل جلفن. شكرا جزيلا لإصغائكم.